رحلتنا اليوم الشاطئ هو راه اليوم الكوفيسيون 77 البحر دابا فيه قوي اليوم نفس الخريطة غنستعملو 23 هنا ديال 140 غرام بيراني مع الأوفي ديالها ما دحناش القطرية تتكون القطرية أحسن ما نديرو ليها شي جبالة راه تشقط غير كوي تترخف بها باه تنديرو ليها تقطيعها ديال الجبنة خايب الترقيعة ديال 35 بالميلو ثم راه رقم 4 ثم راه رقم 4 بسم الله يفتح يرزق ممتاز الثانية عملنا في واحد فريفرا الشميشة بدات كطلع هي ماجية درقة بواحد السحاب لي تكون ستة ونص دابا وقيلا الربيع وقيلا طلع الشكا الربيع جرو وماشي بشوية بين الربيع ماكينة الدور بين الربيع
هذه اللي فيها الدويده 400 هي مع الربيع وخير راس توعه وصحتها نقينا من الربيع وصحتنا هذه وخير سيئة فيها تيبان من هنا الربيع انا بتمد تعاملوا معي هذي تنقص كما تشوفوا هاد الحفاري عرفوا راه الحفاري ديال السواقي والويدان هادو تيكون الرمله فيهم شويه رطبه انتي تكون ما جيب المحرقسه كتدخل لك في هاد الحفاري في الدخان راسها الا شفتي هاد التكوانسات ما تبقاش تجاود معاها بقى مزير شي شويه راه غادي تطلع السطوحه هما بحال هاد الشكل هذا هما تلقاو ملسين راه واحد ليها ملس ولكن هاد الحرث هذا راه الواد هذه الساقيه وهذه تتكون شويه خطيره ثاني الواحد اللي دخل فيها ولا داكشي لان رجليك تدخل في وسط الرمله كيكونوا حفاري دابا راه ما كاينش الماريات كبار اما الحفاري تيكونوا اكثر من هذه راه كاين الناس تيكون غادي في واحد المستوى حتى كيغطس بشي حفاره دابا هنا راه ما كاينش تيارات قويه عليها كاين هذا الحرث هذا قليل بزاف ديال الاخوان اللي تيزولوا هذا الرحاه هذه ها هي كتبان بعين وقت ولكن هي راه غير بحال البلاستيك كتهز ليا اربع مرات كيدخل لهم الحيط بينها وبين لابوبين تيسحبوا منها هي بالعكس هي راه كتنقص من هذه العمليه ديال الحيط يدخل تحت البوبين الا حيدتيها كاين اللي تيقول لك حيدها وتهنا راه ما صالحه لوالو المهندس اللي اختار هذه الماكينه ماشي اختارها عبثا هذه راه ما كتخليش الحيط يدخل راه داير ليها واحد السكه هنا فيها واحد السنينات باش الحيط ما يهبطش لتحت الى هبط هنا لتحت تكون كارثه اكبر كتبقى تدور ما كتعيقش والخيط تيتلوى لك على اللاكس خلاف الى كان دخل هنايا دغيا كتكوانسه ولكن من الاحسن الطريقه ديال باش ما تخسر لك شيء يا لا تهرست لك كتبقى في مشكله راه كانوا كيجيبوها الاخوان اللي كيبيعوا المعدات الصيد ما عرفتش دابا واش تلقى عندهم ولا ما تلقاهمش انا كنت شريت جوج من علي اكسبريس هما عاملينها ضعيفه باش تهرس هي ما تهرس لك شي حاجه اخرى كان عاملين حديد ولا لينوكس ولا هذا راه تقدر تهرس لك شي حاجه اخرى دابا اش تيوقع دابا ملي كنشحطو بحال هكا السيد كيدير هكا ويبدا الخيط مرخوف هكا وتيبدا يلوي تيبدا يدور انت دورت يدخل لك دائما نشوف الخيط ديالي راكب في البوبينه ونشدو من هنا من الفوق نشدو هنا نطونديه باش يبقى محصور في لابوبين وانا كنزير الخيط ديالي ونخليه مطوندي باش يبقى في وسط لابوبين ما يهبطليش هنا لتحت اللي كترخبو راه كيهبط لك لتحت اللي كيهبطلو كاع بعمارات كيدور على الماكينه كلها حنا هكا ما عمرو غادي يتلوالي في هذا ولا نشدو كاع بيدي ولا بغيت نرجع اللور كنرخف البوبين ونرجع اللور هي راه تتبقى تدور تدور في السكه ديالها لا بوبين ديالها في البوليسي ما كتخرجش لتحت ما كتمشي حتى لبلاصه اخرى دائما رد بالي ونقلب واش ما طايراش شي جهه لكن كاع نشدها بيدي من الفوق ونزير الخيط ديالي ملي نزيرو راه ما عندها فين تمشي بهذه الطريقه ما عمرها غتهرس لك ولا تخسر لك ولا غيتلوى لك الخيط لتحت هي المشكله تتوقع ان تيكون اخطاء في المعامله معها وصافي وهي راه كتباع في علي اكسبريس انا كنت شريت هادو جوج
جوج منها ب 50 درهم الوحده، وهادو ثاني كذلك راكم تشري جوج منهم. الغلاقه اللي تهرست لي ديك، ماشي تهرست، كانت تكوانسات لي ديك النهار، راكم تشري جوج منهم حتى هما يقدروا يفايروا لك. باش نكونوا واقعيين، كاين اللي خصو يبدل الماكينه كاع ما يكونش فيها هادشي. اغلبيه الماكينات اللي هما عصريين فيهم هاد الرحاه هادي، بما فيهم شيمانو انتيغرا، يعني راه حتى هي فيها ونفسها راه هادي تتركب شيمانو وتتركب هادي، يعني كلهم الماكينات اللي تلقاهم دابا تيستعملوا الدريت سيرف كاسينغ عندهم هاد الرحاه. كاين اكامي، شيمانو، سيوكي، كاين سميه تقريبا كلهم عندهم هاد الرحاه هادي. من الاحسن نحافظ عليها ونعاملها بالطريقه اللي صحيحه وصافي، وراه ما غيوقع عليها والو. كاين اللي كتهرس له السنين ها كيمشيو كيركبوا عليه كيلصقوا عليه. المهم حل مؤقت، ولكن هما راهم تيتباعوا، هما تيتباعوا. تونا هنايا معفنة، هذه لاحتها المضرابة هذيك اللي كاينة في الأشقار، هذه فيتشا. دابا عاد كان الصباح كان شمالي، الريح شمالي غربي بارد، المشوية كان بارد، دابا غربي نيشان، الريح تزاد شوية في السرعة ديالو، ولكن الما دفا بيريود صغيرة، مويجات مستفين يمكن 4 ولا 5 ثواني، ومويجات مساعدين مزيان مهرسين دوك الموج كبار. نتمنى على ربي يجبد شي جبدة مزيانة. وحدة عندي فيها يما دحلاش، وهذه اللي من هنا عندي فيها واحد فريفرة، هذه اللي ضربت دابا عاد ضربت على فريفرة، مع كان فيها الربيع متقل عليها ما جبدت ما والو، ولكن هزت الخيط ودات لهاك واليمن، واخا هو التيار كيسوق لهاد الجهة ماشي لهاد الجهة، ودات هذاك الربيع متقلة بيه ومشات على اليمن. ايوا نتمناو على ربي شي وحدة أخرى. النهار ماشي بلاكتيفيتي ولكن تيسير الله، داكشي علاش كنطلعو داكشي قليل.